السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في درس جديد. هنا في الدرس سوف نتحدث عن موضوع آخر، وهو كيفية التنقل ما بين هذه الصفحات Services, Projects, Contact, About وما شابه. حتى نقوم بذلك، بما أننا قمنا بإنشاء هذا التمبلت وهو الذي اسمه app.blade.php والذي هو متواجد داخل SubView مع جميع الملفات، سنأتي إلى داخل البادي ونقوم بإضافة شيء مشترك. بدلا من كتابة الروابط خمس مرات في أربع صفحات أو في خمس صفحات، نقوم هنا بعمل على سبيل المثال UL UL أم UI UL and order list. ما المشكلة هنا؟ جيد، يبدو أنني لم أقم بنسخ أو بتنزيل الإضافة اللازمة لهذا الشيء، لا بأس. هنا أقوم بعمل an order list، وهنا list I 1 وهنا سلاش ليست اي، حتى اقوم باضافه رابط. ما هي الروابط التي سوف اقوم بعملها؟ على سبيل المثال الرابط الاول سيكون الرابط الخاص بابات ار اف، طبعا هي عباره عن رابط اتش ار اي اف ايكوال كما نشاهد هنا، ومن ثم نقوم بعمل الاغلاق وهنا سلاش اي. وكما تحدثت في بدايه الدوره، انت بحاجه الى اساسيات الاتش ام ال فقط لا غير. هنا سنقوم بكتابه اباوت اس، عفوا اباوت، وبالتأكيد about هذا هو الرابط الخاص ب about، وهنا في الخارج كرابط سيظهر سنقوم بكتابة ماذا؟ about us. إذا هنا قمت بإنشاء قائمة an order list، قائمة list، وهنا في العنصر الأول سيكون href equal about، وهنا الراوت ال URL، وهنا النص الذي سوف يظهر للمشاهد أو للزائر، وهنا سلاش اي وهنا سلاش ال اي. جيد، الان ساقوم باضافه عدد منها حتى نقوم بالعمل بشكل صحيح لجميع هذا المحتوى. وهنا ال اي اتش ار اف سيكون ماذا؟ سيكون صفحه السيرفيسز، هنا سنقوم بصفحه السيرفيسز كما تشاهدون هنا، وهنا بدلا من اباوت اس سنكتب سنقوم بكتابه سيرفيسز. جيد، هنا نقوم ايضا بعمل لصق او كتابتها من جديد على كل الاحوال، وننصح الجميع بالكتابه. هنا ساقوم بكتابه project اليو ار ال الخاص بالبروجكت، وهنا كرابط سيكون للبروجكت كما تشاهدون هنا projects، ثم انتر، وهنا نقوم بعمل لصق هنا كما تشاهدون، وبعد project ما الذي سنقوم بعمله واعداده. هنا سوف نقوم بعمل اعتقد كونتاكت، نعم كونتاكت كونتاكت. لاحظ هنا ما اقوم بكتابته هو تماما هو عباره عن الراوت، العنوان الذي يظهر لي في اليو ار ال، وهنا كونتاكت اس نقوم بكتابه كونتاكت كونتاكت اس، وهنا نقوم بعمل سيف. جيد، وانا اذهب لعمل فحص هنا، نقوم بعمل ريفرش كما نشاهد. جيد، اذا هنا في صفحه السيرفيس يقول لي اباوت اس سيرفيسز بروجكتس وكونتاكت اس، نقوم بالضغط على اباوت اس يذهب لي الى صفحه الاباوت، سيرفيسز يذهب لي الى صفحه السيرفيسز. وكيف اعلم ان هذه الصفحه هي سيرفيس؟ من خلال اليو ار ال سلاش سيرفيسز، وهنا ايضا في التايتل سيرفيسز بروجكتس يذهب لي الى صفحه البروجكتس، وهنا البروجكتس بيج، هنا كونتاكت اس نشاهد كونتاكت اس هنا، وهنا يذهب لي الى كونتاكت، وهنا كونتاكت اس تايتل. حتى نتاكد اكثر على اي صفحه، نقوم بعمل رايت كليك هنا كما نشاهد، ونقوم بعمل فيو بيج سورس لنشاهد ما الذي يظهر. كما نشاهد هنا ال اي اتش ار اف ايكوال اباوت سيرفيسز، الاسم هنا كما نشاهد هنا هو عباره عن اليو ار ال او ما نسميه الراوت. جيد، وهنا النص الذي يظهر فيه العنوان، وهنا كما نشاهد التايتل والى اخره. لو لم نستخدم نظام ال MVC او ما نسميه نظام البليد تمبلت في نظام لارافيل، لكنا نستخدم كل هذا الكود في صفحه الكونتاكت، ونفس هذا الكود اين في صفحات ما نسميها السيرفيس. دعونا نذهب الى السيرفيس هنا، صفحه السيرفيس، رايت كليك بزر الماوس ايمن، نقوم بعمل فيو بيج سورس، نشاهد هنا هذه صفحه السيرفيس تايتل سيرفيس. جيد، هنا حتى تفحص، ولكن فعليا نحن فقط قمنا بكتابه سطرين او ثلاثه برمجيات في كل صفحه. نعود مره اخرى للتاكد، ناتي له هنا مره اخرى، هنا سيرفيس فقط سطرين برمجيات، سطر هنا للاكستندز للاب، وهنا لياخذ القالب كامل من الاب، وهنا التايتل لتحديد التايتل. نفس ما ينطبق هنا في البروجكت، نفس الشيء ينطبق على الكونتاكت، نفس الشيء ينطبق على الاباوت. اذا
هذه هي فوائد أن نقوم بعمل تمبلت ونقوم بربطه بالشكل صحيح. جيد، إلى هنا نكون قد انتهينا من الدرس، نراكم في درس قادم لعمل أمور أكثر احترافية. إلى هنا دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.